العثور على حطام قرب الشواطئ الإسرائيلية يشتبه في أنه يخص الطائرة المصرية المنكوبة. القوات الحكومية السورية تقترب من تطويق المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حلب. مقتل 4 شرطيين أمريكيين وتوقيف شخصين خلال تجمع في دالاس احتجاجا على مقتل رجلين أسودين برصاص رجال الشرطة. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة، حيث أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن استيائه الشديد من قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بتأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، اتصالا بحادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واعتبر الدكتور علي عبد العال أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو التصعيد من البرلمان الإيطالي، مما قد يكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين المصري والإيطالي، والتي اتسمت دوما بالعمق والتميز والحرص على إعلاء المصالح المشتركة. أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة أن التنسيق جار لنقل قطع الحطام التي عثر عليها بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية إلى القاهرة، لتقوم لجنة التحقيق الفني في حادث الطائرة A320 بالتأكد من أن تلك القطع خاصة بطائرة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط منتصف شهر مايو الماضي. هذا وتستمر أعمال السفينة المؤجرة من الحكومة المصرية في مسح قاع البحر للتأكد من عدم وجود أي رفات بشرية بموقع الحادث. معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح البجرمي، نائب رئيس تحرير الأخبار المسائي. أستاذ صلاح، بعد التحية، هل هناك أي تفاصيل أخرى توافرت حول حطام الطائرة وعمليات البحث؟ وبالفعل أعلنت إسرائيل أمس العثور على بعض حطام الطائرة في منطقة اسمها نتانيا على بعد 30 كيلو من تل أبيب. نعم. ويرجح أن تكون هذه الحطام من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في مايو الماضي. نعم. وتم إبلاغ إسرائيل فرنسا كدولة خرجت من عندها الطائرة، وأيضا مصر، وجاري عمل اتصالات لنقل هذه الحطام إلى مصر لعمل التحقيقات الخاصة بها. نعم، هل هناك مدى زمني متوقع للخروج بنتائج؟ لا، هو حاليا بيتم تجميع حطام الطائرة المصرية عن طريق لجنة التحقيقات، وأيضا عمل المسجل الصوت، وجاري لعمل التحقيقات، والوقت. نعم، أشكرك. نعم، أشكرك أستاذ صلاح البجرمي، نائب رئيس تحرير الأخبار المسائي.
قال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يتوصلا إلى أي اتفاق لتعاون جديد بشأن سوريا خلال مكالمة هاتفية. وقال إن أوباما سيتحدث في العاصمة وارسو اليوم الجمعة خلال قمة لحلف شمال الأطلسي مع الزعماء الأوروبيين بشأن أزمة اللاجئين السورية وروسيا وأوكرانيا وتداعيات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. تمكنت قوات النظام السوري من تضييق الخناق أكثر على الأحياء الشرقية في مدينة حلب إثر سيطرتها على تلة تشرف على آخر منفذ لفصائل المعارضة المسلحة. وقالت تقارير صحفية إن قوات المعارضة السورية المسلحة تشن حاليا هجمات مضادة من أجل استعادة المنطقة التي تتحكم بطريق رئيسي يربط بين الحدود السورية والتركية. اقتربت القوات الحكومية السورية من تطويق المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حلب بعد سيطرتها على أراض تطل على الطريق الوحيد الذي يصل إليها لتضرب حصارا فعليا على سكانها. جاء تقدم الجيش باتجاه طريق الكاستيلو مما يضعه في مرمى نيرانه أثناء وقف لإطلاق النار مدته 72 ساعة أعلنه الجيش السوري الأربعاء الماضي، ووصفه مراقبون بأنه كان مجرد حيلة. وقال مقاتل المعارضة إنهم يخوضون معركة لاستعادة المواقع التي فقدوها وإعادة تأمين الطريق. واقتربت الحكومة بفضل تقدمها قرب طريق الكاستيلو من تحقيق هدفها بفرض حصار على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من حلب. وانقسمت حلب كبرى المدن السورية قبل الحرب الأهلية، وكان عدد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة منذ سنوات، إلى قطاعات تسيطر عليها الحكومة والمعارضة، وتحولت منطقة حلب إلى مسرح كبير للصراع. وتسبب القصف الجوي والمدفعي المكثف في استحالة العبور من طريق الكاستيلو في بعض الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة، لكن التقدم الأخير يزيد سهولة استهدافه من القوات الحكومية ويعزل القطاع الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة المقسمة قرب الحدود مع تركيا. وقال الجيش إن ما وصفه بمجموعات إرهابية حاولت مهاجمة مواقع عسكرية في المنطقة، وإنه أحبط هذا الهجوم وسيطر على مزارع الملاح ليصبح طريق الكاستيلو في مرمى نيرانه. وتسببت الحرب السورية التي دخلت عامها السادس في مقتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص وتشريد أكثر من 6 ملايين داخل البلاد، وأجبرت 4 ملايين على الفرار خارج سوريا، وسعى كثير من هؤلاء للجوء إلى أوروبا. في مدينة كامبرا قال بيتر ليه قائد الجيش الأسترالي في الفترة من عام 2002 إلى 2008 إن على بلاده دراسة الكيفية التي تقرر بها الذهاب إلى الحرب بعد أن انتقد تحقيق مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق. نحن بحاجة إلى المشاركة الكاملة للشعب الأسترالي وإلى نقاش وقرارات في البرلمان، ونحن أيضا بحاجة إلى توخي الحذر من الذهاب على نحو أعمى مع كبار شركائنا الاستراتيجيين. وعلى مدى 20 و30 عاما الماضية كانت بعض قرارات الولايات المتحدة سيئة إلى حد ما. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مساء الخميس مرقدا شيعيا في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى 35 قتيلا و60 جريحا. كان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن أن 3 عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة نفذتها عناصره في مرقد السيد محمد بقضاء بلد الواقع جنوب محافظة صلاح الدين. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسل النيل تحسين طه. تحسين صباح الخير. تحسين هل تسمعني؟ تحسين هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال مرة أخرى بمراسل النيل في بغداد.
إلى اليمن، حيث قصف طائرات الأباتشي التابعة لدول التحالف العربي مواقع ميليشيات الحوثيين وصالح في منطقة العمري بمديرية ذوباب الساحلية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. من جانبها صدت قوات الجيش والمقاومة هجوما كبيرا للميليشيات على مواقعها في الجبهة الشمالية من مدينة تعز، بينما قامت الميليشيات بقصف مواقع المقاومة والجيش في شرق وشمال وغرب المدينة، مما أدى إلى إصابة 5 جنود. من ناحية أخرى، ذكر تقرير أصدره ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز إن 128 مدنيا قتلوا وأصيب 741 آخرين في القصف العشوائي الذي تقوم به الميليشيات على الأحياء السكنية خلال شهر يونيو الماضي. في العاصمة الرياض، قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن منفذ الجريمة الإرهابية عند المسجد النبوي الشريف هو نائر مسلم حماد النجيدي، وهو سعودي يبلغ من العمر 26 عاما ولديه سابقة لتعاطي المخدرات. كانت السلطات السعودية قد اعتقلت 19 شخصا، هم 7 سعوديين و12 باكستانيا، بشبهة تورطهم في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الاثنين الماضي المسجد النبوي في المدينة المنورة ومسجدا في القطيف ومكانا قريبا من القنصلية الأمريكية في جدة. قالت شرطة دالاس بأن هناك تبادلا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وأحد المشتبه بهم في أحد الجراجات بالمدينة. من جانبه أكد المشتبه به أنه قام بزرع متفجرات في الجراج وأنحاء المدينة، مشيرا إلى أنه سيقتل مزيدا من قوات الشرطة. كان عدة شرطيين قتلوا بالرصاص خلال تجمع أقيم في دالاس احتجاجا على مقتل رجلين أسودين برصاص رجال الشرطة. قتلى واستنفار أمني جديد في الولايات المتحدة، ليس بسبب عمل إرهابي هذه المرة لكنه غضبة داخلية. عدد من أفراد شرطة مدينة دالاس جنوبي ولاية تكساس قتلوا وجرحوا على يد من تقول إنهم قناصان، وتحاول التفاوض مع أحدهم بسبب زرعهما قنابل في المدينة. المشتبه به الذي نتفاوض معه والذي تبادل إطلاق النار معنا قال لمفاوضينا إن النهاية قادمة وإنه سيؤذي ويقتل المزيد منا، وحذرنا أن هناك قنابل في كل مكان. وبالرغم من تأكيد رئيس الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء إطلاق النار، إلا أن الهجوم جاء خلال تجمع بالمدينة احتجاجا على مقتل رجلين أسودين برصاص رجال الأمن. والتظاهرة تأتي ضمن سلسلة من التظاهرات التي